النواس الثقلي يقسم إلى قسمين، في عندنا نواس ثقلي مركب ونواس ثقلي بسيط. ما هو النواس الثقلي المركب؟ يتألف النواس الثقلي المركب يتألف من جسم صلب شاقولي. أي جسم صلب شاقولي، ما أفقي، وليس بالضرورة أن يكون متجانس. أي جسم صلب شاقولي يهتز تحت تأثير ثقله حول محور دوران دلتا أفقي، محور الدوران الأفقي. إذا عبارة عن جسم صلب شاقولي يهتز تحت تأثير ثقله حول محور دوران أفقي. محور الدوران الأفقي، والجسم الصلب عبارة عن جسم شاقولي. سيد النواس الثقلي هو عبارة عن جسم صلب شاقولي. أي جسم صلب شاقولي، يعني حتى إذا هلا أنت ماسك الموبايل في إيدك ممكن تسويه بشكل شاقولي. نعم، أي جسم صلب شاقولي يهتز تحت تأثير ثقله حول محور دوران دلتا أفق. شرط أساسي أن يكون محور الدوران لا يمر من مركز العطال. يعني إذا محور الدوران مر من مركز العطال هذا مو نواس، لا ينوس، هذا يدور. في فرق بين الدوران والنواسات. إذا محور الدوران مر من مركز العطال، من مركز التوازن، من مركز الثقل، الجسم يدور ثم يقف، يعني ما بنوس، بيروح بيرجع. إذا النواس شرط أساسي أن يكون محور الدوران لا يمر من مركز العطالي. محور الدوران لا يمر من مركز العطالي. طلاب، وبالتالي البعد بين محور الدوران ومركز العطالي، البعد بين محور الدوران ومركز العطالي نسميه O، C هو D. O هو النقطة التي يمر منها محور الدوران، أما سي هي مركز عطال، يجب أن يكون هناك بعد بينهما. أما إذا محور الدوران مر من مركز عطال هذا مو نواس.